مرحبا. قلنا في حلقات سابقة أننا سنتناول التيارات الفكرية والسياسية الموجودة في الساحة، نحاول أن نسلط عليها أشعة البحث والتدقيق والنقد. بعد رحلة أولى مع الليبرالية في الحلقة قبل الماضية، تلتها رحلة أخرى في الحلقة الماضية عن المؤسسة الدينية ذات العلامة الشهيرة صنعة في السلطة، نأتي اليوم معاكم في رحلة جديدة ولقاء متجدد أسبوعي مع وقفة، وكما جاء في المثل الدهن في العتاقي، والعتاقي هي الطير السمين. هذه الحلقة عندنا طير سمين شوي، سنحاول التعرف على تيار بارز من تيارات مصطلحة على تسميته الإسلام السياسي، تيار أو جماعة أو تنظيم الإخوان المسلمين، وبالأخص في الكويت، وبشكل صريح وواضح ومباشر وجها لوجه. اليوم تيار الإخوان المسلمين هو المسيطر على المانشيتات الإعلامية وعلى البرامج التلفزيونية، وجهوا له مختلف التهم ابتداء من قلب نظام الحكم إلى أصغر تهمة يمكن أن تحصل في البلد ولو حادث مروري. تم تحميل الإخوان مسؤولية الكثير من الأحداث، بعضها ممكن أن يتحملوا هم نتيجتها ومسؤوليتها، لكن أيضا هناك أمور مضحكة لا يمكن تحميلهم، مثل موضوع الصلبوخ اللي تعرفونه ونشر في إحدى الصحف. تيار تعود أن يكون تحت الأضواء، تحت أضواء الإعلام، تحت أضواء الآخرين، لكن هل جرب أن يسلط الضوء على داخله وعلى دواخله وأن يكون شفافا أمام الآخرين ومن أجل الآخرين؟ تيار لا يخاف الصندوق ولا يخاف من السجون، وخصومه يقولون أنه أيضا لا يخاف من الله، ويسهر الخلق جراها ويختصمه. أما نحن في هذه الحلقة فلن ننام ملء الجفون عن شواردها. هذه الجماعة هل تداعت الأمم على قصعتها كما تدعي هي، أم أن الجماعة نفسها تداعت على قصعة الديمقراطية والشعوب كما يدعي خصومها؟ راح يكون موضوعنا اليوم بشكل مكثف عن الإخوان في الكويت، وهل في إخوان في الكويت أصلا؟ هذا ما راح نواجه فيه ضيفنا اليوم. لكن قبل الضيف اسمحوا لي أن نأخذ نبذة تاريخية سريعة عن التيار الديني في الكويت. بداية الاتجاه الديني في الكويت، لما نقول اتجاه ديني ليس المقصود به الدين، الدين طبعا الدين نفسه موجود في الكويت منذ نشأة البلد والحمد لله، ولكن أتكلم عن عمل ديني منظم تاريخ وجوده أو بداية وجوده مع بداية القرن العشرين، وكان له دور كبير كما يرى الدكتور فلاح مديرس أنه ساهم مساهمة كبيرة في تطور المجتمع اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، وكان أنصار هذا الاتجاه الديني من العلماء والتجار الذين تأثروا بزعماء الإصلاح الديني في العالم الإسلامي في ذلك الوقت، مثل محمد عبده وجمال الدين الأفغاني ومحمد رشيد رضا وعبد الرحمن الكواكبي وغيرهم من أصحاب النهضة الإسلامية أو رواد النهضة الإسلامية. كانوا محل إعجاب وتأثير للعديد من الناس في الدول العالم، في دول العالم الإسلامي. ومن الذين أعجبوا وتأثروا فيهم في دولة الكويت الشيخ عبد العزيز رشيد، والشيخ يوسف بن عيسى الجناعي، والسيد فرحان الخالد، والسيد ياسين الطبطبائي، والسيد خالد العتساني وغيرهم أيضا. نتيجة هذا التأثر برواد النهضة أسس هؤلاء الكويتيون الجمعية الخيرية العربية عام 1913. كان لها هدفين هذه الجمعية العربية الإسلامية، كان لها هدف مواجهة حملات التبشير وكانت منتشرة في ذلك الوقت، الهدف الثاني كان إرسال الطلبة الكويتيين إلى الجامعات الإسلامية في البلاد العربية. كان في ذلك الوقت مجرد تيار ديني، إلى الآن لم يتشكل بشكل تنظيمات متماسكة، تنظيمات دينية ذات طابع ديني أو سياسي في نفس الوقت. في منتصف الأربعينات تعرف الشيخ عبد العزيز العلي المطوع أثناء وجوده في القاهرة، تعرف على مؤسس جماعة الإخوان المسلمين في مصر حسن البنا، تأثر بأفكاره كما تأثر السابقين بأفكار زعماء النهضة اللي قلناهم قبل شوي، تأثر أيضا عبد العزيز المطوع بالشيخ حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان المسلمين.
فعزم الشيخ المرحوم عبد العزيز العلي المطوع على تأسيس عمل إسلامي يحاكي فيه جماعة الإخوان المسلمين في مصر، فأسس في الكويت جمعية الإرشاد عام 1952. أسس المرحوم عبد العزيز المطوع جمعية الإرشاد، انتخب هو رئيسا لها، والشيخ يوسف بن عيسى الجناعي أمين سر، ومن أبرز أعضائها محمد العتساني، السيد محمد العتساني والسيد خالد المسعود الفهيد. كانت أهداف هذه الجمعية نشر الثقافة الإسلامية وبعث روح التدين في الناس وعرض الإسلام على أنه عقيدة ونظام عالمي صالح لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والأوضاع السياسية والاجتماعية إلى آخره. لكن في عام 1959 قامت السلطة بالكويت بإغلاق جميع الأندية والجمعيات بسبب الصدام الذي حصل بين هذه الجمعيات وبين السلطة. وكان سبب هذا الصدام هو أن هذه الجمعيات أقامت احتفالات أيدت فيها الوحدة بين مصر وسوريا، وهاجمت الدول التي رفضت الوحدة مثل العراق. فالسلطة ما كانت تبي تزعل العراق، فسكرت كل هذه الجمعيات والأندية، وكان من بينهم جمعية الإرشاد. هذا الكلام عام 1959. ثم صدر الدستور، دستور 62 عام 62. بعدها اجتمع 30 شخص في ديوانية السيد فهد الخالد، قرروا تأسيس جمعية الإصلاح الاجتماعي. عام 63 فعلا أسسوا جمعية الإصلاح الاجتماعي، ترأسها أولا السيد يوسف النفيسي، ثم السيد يوسف الحجي، ثم السيد عبد الله العلي المطوع، والآن يرأسها السيد محمود الرومي. اليوم جمعية الإصلاح الاجتماعي هي أكبر مؤسسة عرف أنها تحمل فكر الإخوان المسلمين، وجماعة الإخوان اليوم هي في قلب الحدث. صارت هناك وسائل إعلام وصحف لا تخلو صفحاتها الأولى يوميا من خبر يتعلق بالإخوان المسلمين. ولأننا رفعنا شعار كثيرون حول الإعلام قليلون حول الحقيقة، قررنا أن نخصص حلقة اليوم عن الإخوان وخصوصا في الكويت، ونفتح هذا الملف، وهو في الحقيقة هو ملف مفتوح، لكننا سنفتحه مع أصحاب الشأن بشكل مباشر. وقبل أن تأتي الإشارات أو التلميحات والنغزات، أنا سيكون دوري في هذا في هذه الحلقة هو دور الوسيط بين المشاهد وبين المصدر، مصدر المعلومة. كما رفعنا أيضا شعار نسمع منهم لا عنهم، نسمع منهم مباشرة، فأنا سأكون الوسيط. هناك مشاهد يريد أن يعرف ويتعرف عن الإخوان في الكويت، وهذا حقه، يريد أن يتعرف من المصدر مباشرة وهذا حقه. وهناك أيضا مشاهد يريد أن ينتقد ويهاجم ويبدي تحفظاته، وهذا أيضا حقه. سأحاول وأتمنى أن أوفق في هذه الحلقة أن أخدم هذين الطرفين، هذين المشاهدين الذي يريد أن يتعرف والذي يريد أيضا أن ينتقد. أتمنى أن أوفق في هذه المهمة. بعد الفاصل سيكون ضيفي الأستاذ المحامي حامد الياقوت، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإصلاح الاجتماعي ورئيس الإدارة التنفيذية، فتابعونا بعد الفاصل. السلام عليكم، عدت إليكم من جديد، ومعي ضيفي الأستاذ المحامي حامد الياقوت، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإصلاح الاجتماعي ورئيس الإدارة التنفيذية. مرحبا بك أستاذ. حياك الله، أهلا وسهلا، وسعيدين تكون معنا في هذه الحلقة. يا حياك الله، أهلا وسهلا أستاذ حامد. أنا من أول، بكل صراحة يعني ووضوح، أنا من أول ما حطيت إعلان للبرنامج وحطيت اسم حضرتك معنا الأستاذ حامد الياقوت، ويتني الكثير من التعليقات تقول هذا هو مرشد الإخوان المسلمين في الكويت وهذا هو أمير الإخوان المسلمين في الكويت. ففعلا أنت مرشد الإخوان في الكويت أو أميرهم؟ خلينا أول شيء نحيي فيك الله يكرمك. تفضل. حياك الله، ساعة مباركة. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني أنا في تقديري يعني يبدو أن الإشاعات وصلتك، يبدو تأثرت فيها الإشاعات الحين هي سبب تعطيل اليوم التنمية مثل ما قال رئيس وزراء. يبدو الإشاعات اليوم كثيرة في الكويت في الحقيقة، و الناس تتأثر في الإشاعات، وهذه أحد المشاكل الموجودة أو ظاهرة في المجتمع الكويتي، هي أنه تطلق المسميات وتطلق المصطلحات في غير
في على غير الاسم المطلوب ولا على غير الواقع الموجودة. نسمع كثير في المصطلحات وكثير من العبارات تنسب إلى أناس وتنسب إلى صفات أناس، بس هي في حقيقة ليست كذلك. يعني أنت مو مرشد الإخوان؟ أنا لست مرشد الإخوان أصلاً. هذه المصطلحات مرشد الإخوان وغيرها ما هي موجودة عندنا في الكويت، ولم يسبق أن تعاملنا فيها، ولا وليست موجودة حتى في أدبيات التيار الإسلامي. معنى كلامك ما في مرشد الإخوان في الكويت؟ ليس هناك مرشد الإخوان في الكويت. طيب أنا بشكل خاص نائب رئيس بصفتي الرسمية، نائب رئيس مجلس إدارة مجلس الإصلاح ورئيس الإدارة التنفيذية في هذه الجمعية. ليس لدي صفة أخرى داخل يعني الجمعية. ما في شيء ليس لدي الناس صفة أخرى غير ذلك. إذا تبي أنا عندي صفتي كمحامي، كمحكم، كصفات أخرى. لكن إذا صفتي الإسلامية فأنا نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإصلاح ورئيس إدارة تنفيذية. بس أي شيء آخر بس ما في. طيب من ناحية تاريخية جمعية الإصلاح، من الواضح كما بدينا في المقدمة أن لها امتداد تاريخي. هذا الامتداد التاريخي من تاريخ الإخوان وتأسيسها أيضا هم بعد ما له علاقة أيضا بالإخوان، يعني ما كان مثلا رئيس أو مؤسس جمعية الإصلاح أيضا عضو في تنظيم الإخوان أو مرشد للإخوان أو شيء من هذا القبيل؟ أنا سمعت المقدمة الجميلة اللي تكلمت فيها، وأعتقد مقدمة جميلة ومدخل جيد للموضوع. دعنا نبدأ من تاريخ الفكرة، لأنه هذه الفكرة لم حملها أجدادنا السابقين. أي فكرة تقصد؟ فكرة تيار الإخوان المسلمين أو فكرة الإخوان المسلمين. تفضلت وقلت أن عبد العزيز علي المطوع أول ما بدأ في لقاء مع الإمام حسن البنا في مصر، وفعلا تأثر عبد العزيز علي المطوع رحمة الله عليه، تأثر كثيرا في دعوة الإمام حسن البنا، وحاول أن ينقل هذه الفكرة إلى الكويت. إذا امتداد الموضوع امتداد قديم وليس جديد. حاول نقل أفكار، حاول نقل أفكار دعوة الإمام حسن البنا إلى دولة الكويت. في هذا في ذاك الوقت كان النقاش في ذاك الوقت، لأنه لازم نفهم البيئة الكويتية. البيئة الكويتية ليست كبيئة أخرى، البيئة الكويتية بيئة الناس يعني ناس قريبين بعضهم بعض، لا يرغبون بالأسماء والمسميات التي قد تثير شيء من الإشكالات. فلما بدأ عبد العزيز علي المطوع رحمة الله عليه مع أخيه عبد الله علي المطوع من كان تأخر عنه، لما بدأ في الدعوة إلى فكرة الإخوان المسلمين وتجمع حول بعض رجالات الكويت، فكروا في كيفية إيجاد ما يسمى بمؤسسة أو ما يسمى بشكل معين للعمل لنشر فكرة الإخوان المسلمين. بدأ الحوار وكان يرغبون. يعني عبد العزيز علي المطوع ما جاب تنظيم، يعني ما هي صيغة تنظيمية مثل ما كانت موجودة في مصر أتى بها إلى الكويت؟ في تقديري هذه ما كانت موجودة. يعني حاول يدور صيغة ثانية، حاول أن يطرح اسم الإخوان المسلمين، حاول أن يطرح يعني شكل معين، لكن من الاجتماع معهم كلهم خيرة رجالات الكويت في ذاك الوقت، هم اختاروا أن تكون هناك مؤسسة رسمية، جمعية نفع عام، اللي هي جمعية الإرشاد، وهي جمعية الإرشاد. نشأ عنها جمعية الإرشاد الإسلامي. ويحضرني الحقيقة لما يعني لابد أنا في تقديري في هذا الوقت أن نذكر الأسماء، لأن الأسماء لها دلالات معينة داخل دولة الكويت. أسماء المؤسسين لجمعية الذين فكروا وحضروا لهذه الجمعية. أول لقاء تحضيري كان سنة 1952. من الاجتماع في ذاك الوقت؟ اجتمعوا في ديوانية عبد الله سلطان الكليب في 1952، وهذه كانت قبل الثورة في مصر. حضر عبد العزيز علي المطوع، يعني قبل وصول جمال أيام الملكية، أيام قبل وصول جمال عبد الناصر، بداية حركة حسن البنا. حضر عبد العزيز علي المطوع، حضر محمد العدساني، عبد الرزاق العسكر، علي الجسار، خالد الصالح، عبد الرزاق الصالح المطوع وآخرين، وتناقشوا في ذاك الوقت عن الصيغة التي ينبغي أن يخرجوا فيها لفكر دعوة الإخوان المسلمين، وأنشأوا شركة الإرشاد، جمعية الإرشاد الإسلامي. جمعية الإرشاد الإسلامي في ذاك الوقت من كان رئيسها؟ عينوا عليها الشيخ يوسف بن عيسى القناعي رحمة الله عليهم جميعا،
وكان المراقب في ذاك الوقت سمي مراقب في ذاك الوقت عبد العزيز علي مطوع رحمة الله. مراقب الجمعية ولا؟ نعم مراقب الجمعية؟ كان مراقب في الجمعية. نعم عبد العزيز علي مطوع، وكان أمين الصندوق سيد عبد الرزاق العسكر. وكانت تستهدف أن هي تنشر الدين الإسلامي وحماية الأخلاق في المجتمع، ونقلوا فكرة الإخوان المسلمين إلى الكويت. إلى الآن هي فكرة، ما في تنظيم؟ لا، في تقدير ليس هناك تنظيم. ما في تنظيم للإخوة، تنظيم سري ولا؟ ليس هناك تنظيم، إنما هي جمعية نفع عام، ويمارسون أدوارهم في الحياة ممارسة علنية مؤسسية واضحة، ويشارك فيها أهل الكويت كلهم. طيب والجانب السياسي ما كان لهم؟ ما كانوا في ذاك الوقت، يبدو لي ما كان هناك جانب سياسي، كان هدفهم كله خيري تربوي اجتماعي، وللمحافظة على أخلاق المجتمع ودين المجتمع. طيب بعد ذلك ما صار في أي تواجد لتنظيم الإخوان المسلمين في الكويت؟ ما صار في تنظيم إخوان مسلمين كتنظيم، مو كمؤسسة مشهرة؟ دعني أقول في تقديري أيضا من خلال يعني التجربة السابقة والدراسات، تقول أنه مثل ما تفضلت أنه حلت الجمعيات النفع العام في ذاك الوقت 59، في 59، وبعد ما حصل استقلال بان عهد الراحل عبد الله السالم رحمة الله عليه 62 وإنشاء الدستور، فتحت المجال مرة أخرى للتيارات، وفتحت مجال لجمعيات النفع العام. هنا نشأت في هذا التاريخ سنة 1963 نشأت جمعية الإصلاح الاجتماعي في 63 في 63. طيب وكانت أيضا يبدو أنها دعوة من عبد الله العلي مطوع رحمة الله عليه الذي دعا أيضا أهل الكويت في ديوانية الخالد، وأسسوا في ذاك الوقت أيضا جمعية الإصلاح الاجتماعي. دعنا نقول يعني أنا أمامي الآن من الأسماء التي شاركت في تأسيس جمعية الإصلاح الاجتماعي، وأذكر الأسماء لأنه من المفيد جدا أنه نذكر التاريخ، لأن هذه أمانة في أعناقنا، هم الذين أسسوا جمعية الإصلاح الاجتماعي ونحن ورثناها منهم. هذا الامتداد الزمني الطويل منذ 63 إلى الآن، وجمعية الإصلاح بفضل الله عز وجل تؤتي يعني ثمارها وأعمالها الخيرية. المؤسسين ما نجتمع من المؤسسين، اجتمعوا في يوم السبت الموافق 16 محرم 1383 و 1963 في ديوان الحاج فهد الحمد الخالد. اجتمع أحمد عبد الله الأحمد، أحمد المواش، الشيخ أحمد الخميس الجيران، حسن جار الله الحسن جار الله، خالد الرضان، سعود محمد الزيد، سليمان ريماني، وسالم عبد الله القطان، وسليمان سيد علي، وصبيح براك الصبيح، وعبد الرحمن العمر، عبد الرحمن منصور الزامل، عبد العزيز الراشد، وعبد الوهاب الحمود، عبد الرحمن المجحم، وعبد الرحمن الرويح. هذيل المؤسسين؟ هذيل المؤسسين جميعا، وكلهم رجالات الكويت ومعروفين ومن العوائل المعروفة على امتداد هذا التاريخ. واختاروا من بينهم هيئة تأسيسية، من بين الأسماء هيئة تأسيسية ومن غيرهم. بدأ بالهيئة التأسيسية عبد العزيز أحمد الصالح، هيئة تأسيس الجمعية، وعبد العزيز القطيفي، وعبد الله سلطان الكليب، وعلى عبد العزيز الخضيري، وفهد الحمد الخالد، ومحمد مطلق العصيمي، وأنشأوا كيان إسلامي في الكويت كان الهدف منه هو الحفاظ على دين وأخلاق المجتمع. هذا الهدف هو هدف سامي ولا زال مستمر حتى تاريخنا الحالي، حتى في جمعية الإصلاح في تاريخنا الحالي تحافظ على هذا الهدف الذي أنشأه الأجداد والآباء رحمة الله عليهم جميعا. أستاذ حامد، الكلام اللي تفضلت فيه كان هو فعلا تاريخ ومدون وواضح وللعلن. أنا ما زلت أبحث عن ما وراء ما وراء العلن، أبحث عن تنظيم. هل فعلا في تنظيم للإخوان المسلمين ولا ما في؟ هذا اللي أبحث عنه. صحيح، وأبي جواب عنه يعني في هذا كلام صحيح، وأظن سؤال مهم، ونحتاج أيضا نبين التاريخ بشكل واضح. جمعية الإصلاح الاجتماعي بدأت 63. تمام، احنا قلنا هي كانت جمعية الإرشاد 52، حلت في 59، تأسست الإصلاح في 63. من تاريخ 63 استمرت الجمعية تمارس أدوارها بشكل متكامل، أدوارها الخيرية وأدوارها الدعوية والإسلامية. أنشأت مدارس القرآن الكريم، استدعت العلماء والمشايخ من الخارج، بدأت بالمحاضرات والمؤتمرات وغيرها.
في إبان تقريبا على آخر الثمانية على آخر الستينات وأوائل السبعينات يبدو أنه العمل الإسلامي توسع، وصادف في ذلك التاريخ المجتمع لابد أن نفهم أنه هو البيئة الكويتية أيضا بيئة مثقفة جدا، والمجتمع الكويتي كان عبارة عن صدى كل الثقافات والأفكار والتيارات الموجودة في الخارج، كان لها تمثيل في داخل دولة الكويت. أغلب التيارات السياسية في ذاك الوقت كان لها أصول في الخارج وكان لها تأثير على داخل دولة الكويت. فالكويت دائما تتأثر وتؤثر. أين؟ الكويت دائما تتأثر وتؤثر، هي تتأثر في بالأفكار والتجارب الخارجية، وانتقلت الأفكار إلى داخل دولة الكويت، انتقلت التيارات السياسية إلى الكويت، القومية العربية، الناصرية، البعثية وغيرها. هنا أصبح عمل سياسي موجود داخل الكويت، وتنافس شديد جدا داخل المجتمع الكويتي. يبدو تحرك مجموعة من الشباب لم تسعف من الأهداف الموجودة في جمعية الإصلاح الاجتماعي، باعتبار أن أهداف فقط هي عبارة عن اجتماعية وخيرية. وهالأشخاص من أعضاء الجمعية، وهؤلاء الأشخاص من أعضاء الجمعية لا شك، وأسسوا في ذاك الوقت التنظيم للإخوان المسلمين. لكن لما نتكلم عن التنظيم لا نتكلم عن تنظيم مما يخطر على البال، تنظيم سري وكذا، إنما هو عبارة عن هيكل بسيط جدا ينسق الجهود أيضا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وكسب الشباب والعمل الاجتماعي وغيرها. وكان في أهداف سياسية ولا لا؟ يعني كان في طموح للنزول البرلمان، تطور الفكر. أنا أعتقد بدايات الأمر ما كانت كذلك، على أساس بس أحط المشاهد في الصورة. في جمعية الإصلاح موجودة في عام 63، في أواخر الستينات أوائل السبعينات ظلت الجمعية موجودة بأشخاصها برموزها، ولا زالت مستمرة. في مجموعة من أعضاء الجمعية نتيجة للجو العام أسسوا تنظيم. كلام صحيح. طيب، أسسوا تنظيم لكنه ليس تنظيم، يعني هو تنظيم كان بسيط جدا، عبارة عن تنسيق للجهود للعمل الدعوي والإسلامي. لكن هذا التنظيم البسيط تطور يوم ما، لأنه يعني عناصر الإخوان في ذاك الوقت كانوا في الخارج، درسوا في أمريكا، درسوا في القارة، لما رجعوا إلى الكويت جابوا أيضا بأفكار، وبدأ يتطور التنظيم. حتى شهدنا أن التنظيم الإخوان المسلمين دخل في انتخابات 81، لكن مو جمعية الإصلاح اللي دخلت. هل كان في أعضاء من الإخوان المسلمين مو أعضاء في الأعضاء في جمعية الإصلاح لكن ما لهم علاقة بتنظيم الإخوان المسلمين؟ ليس بالضرورة، قد يكونون أعضاء في جمعية الإصلاح الاجتماعي، لكن كونهم أعضاء في جمعية الإصلاح الاجتماعي يمارسون نفس أهداف جمعية الإصلاح، لكن في وجودهم في التنظيم مو قد تكون لهم مهام أخرى داخل التنظيم، لكن لا تخرج هذه المهام وهذه الأعمال أنا أن تكون أعمال دعوية إسلامية محافظة وفق الأطر القانونية في دولة الكويت. طيب، وذلك احنا لم نشهد خلال التاريخ كله أي مخالفات للأنظمة القانونية المرعية، لكن كان لها تفاعل مع المجتمع. فلما بدأت الحياة النيابية في 81 دخل الإخوان في الحياة النيابية ورشحوا عناصر. وهنا لابد أن نذكر ليس بالضرورة كل من رشحه من الإخوان في ذاك الوقت هو من الإخوان، لأنه في بعض الأحيان يكون هناك دعم لبعض العناصر الطيبة اللي يعني رشحت نفسها للانتخابات. استمر هذا الوضع اللي هو فيه تنظيم وفيه جمعية إصلاح، هناك جمعية إصلاح في لها أعضاء مجلس إدارة، أعضاء مجلس إدارة وأعضاء موجودين مسجلين كعضوية في جمعية الإصلاح، وهناك تنظيم للإخوان المسلمين في دولة سؤال تحديد يعني في أسماء معينة كانت لهم عضوية في جمعية الإصلاح في مجلس الإدارة وما هم أعضاء في التنظيم؟ في يعني أنا لما أذكر على سبيل المثال خلنا ندخل بمداخلة بسيطة إذا تسمح لي. تفضل. لو بس نعرف مجالس إدارات جمعية الإصلاح من بدايات، أنا اخترت بعض مجالس إدارات حتى نبين هل فعلا من هم داخل في الجمعية هم في تنظيم الإخوان المسلمين.
على سبيل المثال كن في مجلس الإدارة المنتخب 73 كان هناك العم يوسف جاسم الحجي صلى يطول بعمره ونمسي عليه بالخير، عبد الله علي مطوع رحمة الله عليه، علي عبد العزيز الخضيري، أحمد عبد القادر مشاري، محمد بداح الخشرم، يوسف غنام رشيد، محمد علي دخان، يوسف إبراهيم العدساني، حمود سليمان مضيان، علي فهد رجيب، وناصر محمد السائر. فيما أعلم ليس من هؤلاء أحد في تنظيم الإخوان المسلمين اللي في ذاك الوقت. بالمناسبة ذكرت العم يوسف الحجي الله يطول بعمره، نعم. هو شارك في حكومة 67 وكانت حكومة حل غير دستوري. نعم. طيب في ذاك الوقت ما كان عضو في تنظيم الإخوان المسلمين ولا كان عضو؟ لم يوسف الحجي حفظه الله وطال عمره وبقائه في تقديري وليس لم يكن هنا لم يكن عضوا في تنظيم الإخوان في حكومة 78 شارك فيه. لكنه شارك يبدو شارك باعتبار جمعية الإصلاح الاجتماعي لها أدوار اجتماعية قد يكون لها فقط لكنه ليس ملتزم بتنظيم في ذاك الوقت. طيب زين استمر الوضع على ما هو عليه أن في تنظيم وفي جمعية الإصلاح، هذا التنظيم كان له ارتباط بالتنظيم العالمي للإخوان؟ هذا سؤال جيد الحقيقة لأنه يضع النقاط على الحروف على الكلام اللي يثار كثيرا. التنظيم في بداياته ذكرت أنه كان بسيط جدا ثم تطور في مرحلة من مراحله، فعلا ارتبط التنظيم في الكويت بالتنظيم العالمي للإخوان المسلمين اللي هي في الفترة هذه فترة الستينات في أواخر الستينات أول السبعينات في أواخر السبعينات بدايات الثمانينات تقريبا. هني ارتبط التنظيم اللي بالكويت بتنظيم العالمي. لم يرتبط من بداياته وليس له أي علاقة بداياته مع التنظيم العالمي للإخوان المسلمين، لكنه في فترة من الفترات ارتبط بالتنظيم العالمي للإخوان المسلمين. الفترة هذه قلت في أواخر السبعينات بدايات الثمانينات تقريبا يعني. واستمر ارتباطه بالتنظيم العالمي إلى متى؟ إلى أن حدث الغزو العراقي لدولة الكويت. الغزو العراقي لا شك أنه هو مرحلة فارقة في كثير من الأمور وميزت كثير من الأشياء. لا يخفى بالبداية أنه دور الإخوان أو المرابطون أو لجان التكافل داخل دولة الكويت أيام الغزو كان مميز جداً بالتعاون مع أهل الكويت، بالتعاون مع الشباب وشابات الكويت ورجالات الكويت، وكان لهم دور فاعل في تثبيت المرابطين في الإغاثة المعيشية للمرابطين. وتحرك أيضا في الخارج، أنشأوا الهيئة العالمية للتضامن مع الكويت، وأنشأوا أيضا ما يسمى بمشروع فري كويت في بريطانيا وفي الولايات المتحدة أيضا وفي مصر. تحركوا الإخوان الذين انطلقوا سواء داخل الكويت كمرابطين وخارج الكويت، من كان على سفر ومن يعني من كان على سفر في الغالب ومن كان يدرس في الخارج، تحركوا لأجل الكويت كان لهم أدوار ومساهمات كبيرة وجبارة وسطرت في الكتب. الدكتور عثمان الخضر سطر تقريبا مجلدين في هذا الموضوع، الأستاذ صلاح الغزالي أيضا كتب على السور الرابع في كتاب ضخم جدا يؤرخ لهذه الفترة. طيب نرجع لأسباب الانفصال في هالفترة هذه فترة الغزو ما حصل الغزو كان هناك تباين في المواقف لتنظيمات الإخوان المسلمين. بس للتاريخ أنه التنظيم العالمي أصدر في أول يوم للغزو أصدر بيان يشجب فيه الغزو العراقي على دولة الكويت وأيد الشرعية، ويطلب من جميع الدول وجميع القادة أن يقفون موقف واحد ضد الغزو العراقي لدولة الكويت. وهذا هذا التنظيم كان الدولي التنظيم كان بشكل مباشر الأستاذ حامد أبو النصر المرشد العام للإخوان المسلمين في ذاك الوقت، وأيضا صدر بيان نائب المرشد العام الأستاذ مصطفى مشهور بيان أيضا يشجب في الغزو، ثم صدر أيضا بيان آخر فيما يتعلق في الأسرة الذين كانوا تحت يعني هذا موقف التنظيم الدولي. هذا موقف التنظيم وين الدولي وين الخلاف اللي صار مع المصري. لكن هناك بعض الدول بعض التنظيمات في بعض الدول كان لها مواقف يعني نكاد نكون في ذاك الوقت سيئة جدا، و
تسببت بصدمة كبيرة جدا لسواء الإخوان أو للشعب الكويتي. وهذا تاريخ وهذه وقائع اليوم لا ننكرها. كان فيها يعني تأييد للمقبور صدام، كان فيها تأييد للغزو على دولة الكويت، كان فيها كلام في شيء من تحامل على الشعب الكويتي وعلى دولة الكويت. هذه كانت صدمة كبيرة جدا. وإحنا أيام الغزو شفنا على شاشات التلفزيون بعض قيادات تنظيمات الإخوان كانت تأتي إلى صدام حسين وتسلم عليه وتهنئه بالغزو وأنه احتل دولة الكويت. هذه الصدمة الكبيرة سببت شرخ كبير جدا في ذاك الوقت، لكن وبدأ الناس تتوافد من الإخوان في الخارج أنهم يشرحون الموقف داخل دولة الكويت ويشرحون الموقف من الغزو للتنظيمات الإخوان، لكن وجدوا بعض التنظيمات إيجابية واستقبال لهم وبعض التنظيمات لم تكن على هذا الموقف. هذا أحدث ردة فعل عند التنظيم الإخوان بالكويت؟ فعلا أحدث ردة فعل كبيرة جدا، وصبرنا صبرنا صبر شديد جدا لأنه كانت وقحة كبير على نفوس سواء الإخوان أو نفوس أهل الكويت وحتى القيادة السياسية في ذاك الوقت، باعتبار أن تنظيمات الإخوان لها ثقل ولها دور كبير جدا في الساحة، في الساحة الشعبية كانت أيضا لها أدوار بين شعوبها. بعد الغزو العراقي مباشرة بعد الله سبحانه وتعالى ما حرر دولة الكويت ورجعت الشرعية بفضل الله سبحانه وتعالى ووقوف الشعب الكويتي مع الشرعية، ونستذكر هنا الحقيقة موقف العم أبو بدر رحمة الله عليه عبد الله علي مطوع في مؤتمر جدة مع أيضا الإخوان ومع رجالات الكويت، وقفوا موقف كبير جدا مع الشرعية في جدة وأيدوا الشرعية وتلاحم في ذاك الوقت موقف يعني وطني قومي إسلامي، تلاحم شعب الكويت كله مع قيادته الشرعية. بعد ما رجعت الناس ورجعت الأمور بفضل الله سبحانه وتعالى تداعى في ذاك الوقت تداعى قيادات الإخوان في الكويت، في الكويت لنقاش الموقف من التنظيم العالمي للإخوان المسلمين ومدى استمرارية العضوية في التنظيم العالمي للإخوان المسلمين أم قطع هذه العلاقة باعتبار أن إخواننا تنكروا لنا. طيب أستاذ حامد، أنت تكلمت عن قطع العلاقة والمخرج قال لي اقطع للفاصل، فاصل ونعود لكم إن شاء الله. السلام عليكم أستاذ حامد، كنا نتكلم عن انفصال تنظيم الإخوان المسلمين في الكويت عن التنظيم العالمي بعد الغزو نتيجة المواقف المتباينة من تنظيمات الإخوان في بشكل دقيق. ليس بهذه الصورة، أنا قلت تداعت قيادات الإخوان في ذاك الوقت بعد الغزو للنقاش على الموقف من التنظيم العالمي للإخوان المسلمين، وصار نقاش حاد في من يرى أنه تستمر العلاقة مع التنظيم العالمي للإخوان المسلمين، وفي من يرى قطع العلاقة تماما مع التنظيم العالمي للإخوان المسلمين. وطرح اقتراح أو يعني رأي وسيط أن يتم التجميد العلاقة مع التنظيم العالمي للإخوان المسلمين لفترة معينة، يتم مراجعة الموقف. مع أن ذكرت أنت حضرتك أن التنظيم العالمي كان له مواقف زينة، كانت له مواقف جيدة، لكن لأنه لم يستطع التنظيم في تقديرنا ذاك الوقت لم يستطع التنظيم العالمي أن يلزم أعضاء التنظيم في الأقطار صحة التعبير إذا صحة العبارة أن يلزمهم بموقف واضح ومماثل للتنظيم. طيب وقضية التدخل الأجنبي وكان أيضا كانت إشكالية نقطة خلاف مع يعني حتى التنظيم العالمي صدق إنه يعني حسب ما ذكرت إنه كان يعني ضد الغزو، لكن كان أيضا ضد التدخل الأجنبي، كان يرى بحل عربي، كان يدعو إلى حل عربي لكنه لم يعارض بشكل مباشر للتدخل الأجنبي، لكن وقف بالحيلولة دون تدخل الأجنبي باعتبار إنه هو الواجب الأساسي إنه الدول العربية تحل أمورها بنفسها. طيب تداعى الإخوان واجتمعوا وقالوا
قرروا في النهاية تجميد العضوية. تجميد العضوية تجميد العضوية وإلى فترة محددة ثم يعاد النظر في هذا الموضوع. فاستمر الوضع أن هناك تجميد العضوية، إذا ليست هناك صلة موجودة مع التنظيم العالمي خلاص انقطعت كل صلة، فانقطعت هذه ثبتت فانقطعت العلاقة قطعت العلاقة تماما مع التنظيم العالمي للإخوان المسلمين. هنا إذا تسمح لي نرجع مرة أخرى، أنه لما انقطعت العلاقة مع التنظيم العالمي للإخوان المسلمين أصبحت في الكويت هل هو تنظيم؟ ما في تنظيم خلاص. ليس هناك تنظيم، لكن هناك عمل إسلامي، هناك عمل دعوي، هناك فكر موجود، هناك منهجية في العمل موجودة. بدأ التفكير يطرح أنه لابد اليوم أنه نعمل من خلال مؤسسات، هي الفكرة ذاتها اللي بدأها أهلنا في أهل الكويت في السابق. رجعوا إلى فكرة المؤسسين الأوائل، إلى الأصل. فرجعنا إلى الأصل وهي جمعية الإصلاح الاجتماعي. وبالتالي إذا تذكر من بعد الغزو إلى اليوم المناشط التي تقوم فيها لجان الصحاب ولجان العمل كلها بيافطة جمعية الإصلاح الاجتماعي، لأنه فعلا يعملون من خلال جمعية الإصلاح الاجتماعي. هنا قد تسألني أين العمل السياسي؟ الحركة الدستورية عندنا تأسست، فالحركة الدستورية لأنه الحركة الدستورية لا بد أن نذكرها. هذه ما لها علاقة بجمعية إصلاح ولا هذا السؤال أيضا جيد، أنا يمكن أثرته لأنه الحركة الدستورية الإسلامية نشأت إبان الغزو العراقي لدولة الكويت. كان هناك تفكير باعتبار أنه هناك قسمين صح التعبير أو مؤسستين، مؤسسة العمل الدعوي التربوي الخيري الاجتماعي اللي تكفلت فيها جمعية الإصلاح، ممثلة في جمعية الإصلاح الاجتماعي، لكن لابد أن تكون هناك أدوار سياسية في المجتمع باعتبار أن المجتمع الكويتي مجتمع متقدم جدا، كان في يعني التيارات السياسية موجودة والانتخابات قد تكون مقبلة. فنشأت الحركة الدستورية الإسلامية اللي تتولى الشأن السياسي، فأصبح العمل السياسي كله ينضوي تحت الحركة الدستورية الإسلامية، والعمل الدعوي والتطوعي والاجتماعي والتربوي والثقافي والفكري والشرعي تحت جمعية الإصلاح الاجتماعي. شنو الرابط بين جمعية الإصلاح وبين الحركة الدستورية؟ رابط هل هو رابط فكري بس؟ جيد، سؤال جيد، أنا أشكرك على هذا. مؤسسة جمعية الإصلاح هي مؤسسة تنضوي تحت قانون جمعيات النفع العام. تمام. الأصل في قانون جمعيات النفع العام أنه هذه الجمعيات لا تمارس العمل السياسي. الحركة الدستورية على اعتبار أنه قد تكون حزب في النهاية سياسي فتمارس العمل السياسي. هنا بالبداهة ليس هناك ارتباط ولا صلة ما بين جمعية الإصلاح الاجتماعي التي تدير وتباشر العمل الدعوي والتربوي والثقافي والفكري ومؤسسة الحركة الدستورية التي تمارس العمل السياسي. تمام، بس لكن الواقع قاعد نشوف ان في ناس يعني بجمعية الإصلاح موجودين بالحركة وناس بالحركة موجودين بجمعية الإصلاح، يعني واضح من المشهد العام ان في تداخل. يعني شنو هالمشهد هذا؟ كلام صحيح. دعني انا اصور لك صورة اخرى. افترض ان عضو جمعية الإصلاح الاجتماعي موجود في عضوية احد النوادي، وفي الانتخابات تجد من موجود ويتحرك في النادي للانتخابات، ويمكن ايضا عنده قائمه ينزل فيها الانتخابات، فهو عضو. لما نتكلم عن المؤسسه هي مؤسسه باعتبار انها مجلس اداره جمعيه اصلاح اجتماعي، هل يناقش قضايا سياسيه؟ هل يتخذ قرارات سياسيه؟ وهناك اعضاء، انا عضو ليس محجور علي، يعني ممكن يكون لك نشاط سياسي بس ما له علاقه بجمعيه الاصلاح. انا يمكن انزل انتخابات، يمكن يكون لي نشاط سياسي، يمكن ادعم الحركه الدستوريه، يمكن اناقش الحركه الدستوريه، اروح اعرف اعضائها اناقشهم في مواقفهم، يمكن اطرح عليهم افكار كعضويه كاعضاء. واعضاء الحركه الدستوريه هم اعضاء في جمعيه الاصلاح الاجتماعي، لكن كمؤسسه تدير عمل ليس هناك ربط. يعني ما في قائمة سياسية لجمعية الإصلاح تدعم الانتخابات؟ ليس هناك قائمة سياسية لجمعية الإصلاح، بالعكس يمكن أنا أضيف اليوم حقيقة في
في لقائك الكريم. اليوم مؤسسة الحركة الدستورية الإسلامية خلال فترة من نشأتها إلى الآن أصبحت اليوم حركة مؤسسة تأسيس هيكلي جيد، وتقوم بأدوار بعمل مؤسسي واضح وناضج في تقديري، وعندها هيكلية واضحة نشرتها، وعندها لائحة مكتبها السياسي والأمانة العامة، وعندها جمعية العامة ومؤتمرها العام، وهي مستقلة تماما تمام الاستقلالية عن جمعية الإصلاح. يعني هناك مؤسستين واضحين، مؤسسة جمعية الإصلاح التي تدير العمل الدعوي الثقافي التربوي الفكري الشرعي، وهناك مؤسسة الحركة الدستورية ليس هناك أي ارتباط. هذه مستقلة عن هذه. راح تكون عندي مداخلة، نحاول ناخذ مكالمة من الحركة الدستورية، من أحد الحركة الدستورية، لكن قبلها راح يكون عندنا تقرير مطول نسمع الرأي الآخر الناقد بقوة للإخوان المسلمين كفكر وكجماعة عموما. ناخذ هذا الفاصل ونرجع إن شاء الله. راح نلاحظ يعني عدة أشياء. أولا يعني نسأل، هل هذه الحركة تناسب القرن الحادي والعشرين؟ يعني اللي شاهد الإنسان أن هذه أولا حركة سرية، بمعنى لها قيادات غير مكشوفة ومعلنة وشفافة للجمهور العام، وأحيانا لهم قيادة سرية غير القيادة العلنية المعروفة. وعادة الأحزاب السياسية في المجتمعات الديمقراطية تكون واضحة ومعروفة كي تحاسب على أخطائها وعلى وتثاب على أعمالها الجيدة. إذا الشيء الآخر بأن هذه حركة إيديولوجية، حركة عقائدية، يعني تعمل أشياء معينة لأن عندها فكرة مسبقة، مو لأن هذا الشيء مفيد أكثر بموجب الإحصائيات والتوقعات الاقتصادية مثلا. لا، هي عندها إيديولوجية، فكرة معينة في كل مجال من المجالات، وتحاول أنها كما تنظر أنها تؤسلم أو تؤخون كل هذه المجالات. فهذه نقطة أيضا مهمة جدا. بينما المجتمعات الديمقراطية عادة تنظر في واقعها الاجتماعي، واقعها الاقتصادي، مرحلتها التاريخية، وتحاول بأنها يعني تسلك خط سياسي من عبرها. فبالتالي الإخوان المسلمين لا يشبهون لا الحزب الجمهوري ولا الحزب الديمقراطي مثلا. إذا شفنا الولايات المتحدة ما يشبهون الأحزاب، إنما هم حزب لهم يعني عقيدة خاصة، فكرة خاصة، يحاولون أنهم يطبقونها. الحركة نفسها أيضا حركة حزبية، بمعنى أن مش كل المنتمين لها متساوين في الحقوق. هناك ناس قيادات، هناك ناس في القواعد، الناس اللي تحت لازم يخضعون للناس اللي فوق بدون نقاش، تأتيك الأوامر لازم تنفذها. هذه في النهاية هذه تصلح تماما لحزب سري، تنتقل، ما حد يقول لك إنه لا أنت لازم تخضع ولازم تمر بالأسر وبعدها تمر بفرق الجوالة وبعدها تروح لفرقة مش عارف إيش ولجنة مش عارف إيش إلى أن تصل وتكون في مكتب الإرشاد. لما نأتي إلى هذه الحركة قيسها مثلا على مستوى الشعر، الرواية، الموسيقى، الفنون، الإبداع، تحليل الفكر الإسلامي، تطوير قواميس اللغة العربية، كذا كذا. أنا أطرح لك الآن يمكن 10 نقاط أساسية في المجال الثقافي الإخوان المسلمين ما لهم أي وجود فيها. فكيف ممكن يعني لما تأتي هذه الحركة ما طلعت مثلا روائي واحد كبير، ما طلعت شاعر كبير من الأسماء المعروفة في القرن العشرين أو في القرن الحادي والعشرين، ما طلعت فنان في مجال الرسم ولا في حتى مجال الخطوط الإسلامية. هم طبعا يقولون احنا نتبع حركة الإخوان من الناحية الفكرية، لكن لا نرتبط بهم تنظيميا. احنا طبعا لنا الظاهر في الامور ما لم تبرز وثائق وكذا. واللي اكده الاستاذ ثروة الخرباوي في حديثه
إن فعلا يعني هم ما ينتمون لحركة الإخوان تنظيميا، بمعنى أنهم يتلقون أوامر من المرشد العام في مصر وينفذون سياساته. لكن أيضا ثروة الخرباوي أشار إلى شغلة مهمة أخرى، وهي أن هناك تنظيم للإخوان المسلمين، تنظيم مصري في الكويت مستقل عن تنظيم الكويتي. هذا هم هذول تنظيم داخل الكويت بين المصريين نفسهم، ويتبعون مرتبطين بالإخوان الموجودين في مصر. طبعا سبب جوهري جدا للكتاب عن الإخوان أن هذه الحركة حركة شعبية قوية، واستطاعت أن تمتد في كل العالم العربي. فإذا يعني لا جدال في هذا الجانب، لكن النقاش أن هل هذا الحزب وهل هذه الحركة تستطيع أن تطلع العالم العربي من وضعه؟ هل عندها تملك رؤية اقتصادية سياسية ثقافية مناسبة للعصر، قادرة على أنها تنهض بمصر وتنهض بسوريا وتنهض بغيرها وغيرها، وتستوعب المجتمع الحديث؟ إخوان المسلمين والعمل الدستوري في الكويت، يعني الدستور كان موجود في مصر، الحركة الدستورية في مصر معروفة من العشرينات، وكان في دستور في مصر. لماذا لم يقترح الإخوان المسلمون في الكويت أي إنجاز لدستور؟ يعني ليش ما اقترحوا دستور للكويت؟ لماذا التجار في الكويت مثلا أو المثقفين أو الحركة القومية هي اللي اقترحت وجود دستور للكويت؟ هل فكر الإخوان هذا يستطيع أن يتحمل مجتمع صناعي عصري متقدم، الناس كلها تشتغل، الناس كلها عندك ما في أمية، رجال ونساء يشتغلون، هل جمعيات، هل الحياة الحديثة هذه، هل يستطيعون بإيديولوجيتهم بأفكارهم هذه أنهم يحتوون مجتمع من هذا النوع؟ أنا أعتقد أنه ما يستطيعون. قد يستطيعون مجتمع مثلا بسيط زراعي في الغالب، أكو ريف، في مساكين يعطونهم مش عارف إيش، في يعني، لكن يصير مجتمع حديث. يعني احنا شفنا في التجربة الإيرانية هذا الشيء واضح وضوح الشمس. يعني أستاذ حامد ياقوت نائب رئيس جمعية الإصلاح الاجتماعي ورئيس الإدارة التنفيذية، تهم بالجملة وذكرها الأستاذ خليل حيدر في الكاتب في جريدة الوطن، والتهم هذه تردد بشكل كبير والناس يعني يتداولونها، وكثير من الناس مقتنع فيها ويناقشون فيها. يعني أولا حركة الإخوان لا تناسب القرن 21، هي ممكن تصلح لمجتمعات بسيطة في فكرهم، بسيطين في حياتهم، ممكن تصلح لمجتمعات الفلاحة مثلا الفلاحين، لكن مجتمع في القرن 21 معقد وكبير وكذا لا يمكن. أن قضية أن الإخوان أيضا ما لهم أي وجود ثقافي، إنتاجهم الثقافي بسيط أو ما يكاد يكون عندهم مفكر ولا إنتاج ثقافي. الانتماء إلى الإخوان انتماء معقد، هم ما هم حزب وإنما تنظيم في أسر وفي مراحل ودرجات وإلى آخره. هذه كلها انتقادات وقد تكون مستحقة متداولة في الساحة. أبي تعليقك يعني السريع على مجمل ما قيل. نشكر الأستاذ خليل. الكلام العام مشكلة في الحقيقة، لأنه أن ترد على كلام عام بكلام عام مثله، والكلام العام لا يغني حينما تكون هناك وقائع محددة وتفصيلية يستطيع الإنسان أن يرد عليه كل واقعة بحد ذاتها، لأنه الواقعة بدليلها. لكن الكلام العام في الغالب لا يغني شيء. دعني أقول أنا ثلاث قضايا أساسية يمكن طرحها، لكن هناك أمور كثيرة طرحها الأستاذ خليل. قضية الأولى قضية هذا دين الله سبحانه وتعالى، أن نحن نحمل في أنفسنا دين الله سبحانه وتعالى، ودين الله سبحانه وتعالى صالح لكل زمان ومكان. طالما أنت فكرتك إسلامية فهي فكرة إسلامية تستطيع أن تتعايش مع كل المجتمعات وفي كل الظروف وكل الأجواء السياسية. ولا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإذا كان هذا هو الإسلام
وفكرتنا إسلامية بحتة فلابد أن تكون وهي كذلك. بس عفوا يعني هو كان أستاذ خليل يتكلم عن فكر الإخوان. أجيك الآن. طيب الأمر الآخر فكر الإخوان، وهذا فعلا اليوم فكر الإخوان ومنهج الإخوان اليوم أصبح على مستوى العالم كله، الملايين تقرأ هذا، تقرأ فكر الإخوان، المكتبات زاخرة بكتب الإخوان وفكر الإخوان. وذكر بأن الإخوان من ناحية ثقافية ليس لهم، بالعكس المكتبات زاخرة بكتب الإخوان، قد لا يقرأ أو الإنسان ما يكون اهتمامه، لكن كل مكتباتنا وكل معرض الكتاب الإسلامي، إذا رأيت ذهبت إلى معرض الكتاب الإسلامي وجدت غالبية كبيرة جدا من كتب، وكتب كلها جديدة وإصدارات جديدة. أنا أعتقد أنه الحركة الإسلامية والإخوان المسلمين أثروا المكتبة وأثروا الثقافة الإسلامية والعربية بشكل عام. أما أنه هناك تكتم سري وأنه هناك لا يوجد كذلك. حاب الكويت ولا عموما يعني؟ أيا كان يعني لابد أن نفرق ما بين فترات اللي يكون فيها الدول تكون فيها قد تكون مضيقة على الحركة الإسلامية الإخوان، زجوا في السجون على سبيل المثال كما حصل في كثير من الدول والأنظمة القمعية. طيب لما نتكلم عن الكويت في حالية سرية ولا ليس هناك؟ احنا بدأنا قلنا انه بدأنا جمعية إرشاد بفضل زد آبائنا وأجدادنا معلنة ولكافة أهل الكويت، والمناشط معلنة واضحة ويشارك فيها الجميع. جمعية الإصلاح الاجتماعي كذلك، اليوم جمعية الإصلاح الاجتماعي بمناشط متعددة، مناشط يعني تواجد مطروحة للجمهور. دكتور جمعان تسمعنا؟ حياك الله أبو يوسف، أهلا فيك دكتور. أنا بس حاب أبدأ معاك يعني كحركة دستورية، ما هو موقعكم من جمعية الإصلاح الاجتماعي؟ هل تعتبرون بأنكم يعني أحد أفرع أو أحد أقسام جمعية الإصلاح، أو أن هناك اشتراك فكري فقط؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أرحب فيك وأرحب بضيفك الأستاذ الفاضل حامد اليعقوبي. حياك الله. الحركة الدستورية هي كيان سياسي، الحقيقة أن تكون هذا الكيان السياسي من كوادر وأبناء جمعية الإصلاح في بداية ظهوره، وخرج مثل ما ذكر الأخ الفاضل حامد اليعقوت، الفكرة خرجت في من رحم الغزو والمعاناة وتلقت الدعم، والمرشحين الأوائل الذي نزلوا في الحركة الدستورية هم كانوا أبناء جمعية الإصلاح في البداية، لكن مع خروجهم كان لهم كيانهم السياسي المستقل، بمعنى أن جمعية الإصلاح حاضنة اجتماعية وحاضنة تربوية وجمعية نفع عام، كان لها كثير من الأبناء، كثير من الدعاة إلى الله عز وجل. ارتئينا في البداية أو من البدايات أن الكيان السياسي أو نواة الحزب السياسي، لأن نؤمن أن ما في تطور ديمقراطي إلا بوجود أحزاب وحكومات برلمانية، يجب أن ينفصل عن العلم الاجتماعي أو جمعيات النفع العام، وقد كان ذلك. لذلك الآن الحركة الدستورية هي نواة حزب سياسي، بل هو حزب سياسي غير معلن وغير مشهر، يعني منفصلة عن جمعية الإصلاح تماما بالانفصال بالهيكلة وبالتبعية. نعم منفصل، فيه أمانة عامة وفي أمين عام وفي مكتب سياسي وفي جمعية عمومية وفي جمعيات عمومية في كثير من مناطق الكويت. وهذا الكيان السياسي تعاملت معه الدولة، وسمو الأمير كان له زيارات متكررة، وكان تناقش فيه كثير من القضايا بيننا وبين الأخوة الأفاضل في جمعية الإصلاح الاجتماعي، قد يكون لهم رأي يختلف معنا في كثير من القضايا. يعني ممكن جمعية الإصلاح تختلف مع الحركة الدستورية؟ ممكن يصير في خلاف سياسي بينهم مثلا، أو تباين بالمواقف، مواقف مختلفة بين جمعية الإصلاح وبين الحركة الدستورية؟ هذا شيء وارد؟ نعم وارد، لكن جمعية الإصلاح هي أصلا جمعية نفع عام لا تمارس العمل السياسي، لكن أعضائها وأعضاء مجلس إدارتها طبعا هم من رجال الكويت ومن أبناء البلد، اللي لهم آرائهم السياسية اللي يعلنونها بعيدا عن كيان هذه الجمعية، جمعية النفع العام. لكن الشاهد ما أريد أن أؤكد عليه أن خلال الفترة الماضية حسمت داخل الحركة الدستورية قضايا سياسية محورية مصيرية، نعم، مثل قضية مقاطعة الانتخابات، مقاطعة انتخابات الصوت الواحد في المرة الأولى والمرة الثانية، وكان من الواضح لكل من يرى ويرصد المشهد أن في قيادات في جمعية الإصلاح لهم أراء شخصية تختلف معنا، تختلف مع الحركة الدستورية.
نعم تختلف في في مع موقف الحركة الدستورية من المشاركة من عدم المشاركة، لكن نعم. الحركة الدستورية كانت وما زالت كيان سياسي مستقل، هنالك ترابط فكري، هنا الكوادر التي تدعم الحركة الدستورية في الغالب أو كثير منهم هم أبناء جمعية الإصلاح، لكن اليوم الحركة الدستورية لها أنصارها ومؤيدينها من جميع أبناء البلد. لكن أيضا أنا أذكر أن في كثير من المواقف تخرج بعض هذه الآراء التي تتباين بين الكيانين. فجمعية الإصلاح جمعية كما ذكر الأخ الفاضل أبو يوسف، جمعية لها يعني جذورها في الدعوة إلى الله عز وجل قبل حتى وجود تنظيم للأخوان المسلمين في الكويت. لكن محاولات الخلط الآن، أولا خلينا نقدر أن الناس كثير من الناس ما يقدر يفرز، لأن هؤلاء كانوا هنا وكانوا هناك، يعني يشوفونهم جمعية الإصلاح ويشوفونهم نفس الوقت يدافعون عن مواقف الحركة الدستورية أو يتكلمون باسم الحركة الدستورية ويشاهدونهم نفس الوقت في جمعية الإصلاح. اي نعم، لكن أنا أتكلم عن موقف سياسي تتخذ الحركة الدستورية باستقلالية كاملة وبعيدا عن أي تبعية لأي جهة ثانية، وخرج بعض هذه الخلافات في الآراء أو الاختلافات في الآراء خرجت للعلن، لكن احنا حافظنا على استقلالية الحركة الدستورية وقدرتها على اتخاذ قراراتها، وخلافها مع بعض الأخوة الأفاضل في بعض الآراء داخل جمعية الإصلاح أو حتى رجال التوجه الإسلامي أو الإصلاحيين في عموم الكويت قد تتباين لهم الآراء. فإجابة على سؤالك أخوي يوسف، الحركة الدستورية كيان سياسي مثل كثير من الكيانات السياسية الموجودة في الكويت، التجمع السلفي، الجمعية الثقافية، المنبر الديمقراطي، مرجعيته إسلامية، قراراته تتخذ من خلال أجهزته الموجودة والمعلنة. لكن دكتور ما حد ينكر أن هناك في تقارب فكري كبير على الأقل يعني بين جمعية الإصلاح والحركة الدستورية، أو أنهم الأقرب فكريا إذا لم يكن متطابقين حتى فكريا يعني. لا أنا أكثر من هذا، أنا قلت لك كوادر جمعية الإصلاح، أبناء جمعية الإصلاح هم من أنشأوا الحركة الدستورية، من تربى في محاضن جمعية الإصلاح الاجتماعي. لكن في النهاية هذا الكيان أصبح كيان سياسي مستقل ليس له تبعية في القرار في الإدارة لجمعية الإصلاح، حتى وصل الموضوع لأنه يختلفون في الآراء السياسية المصيرية. لكن قيادة أو إدارة جمعية الإصلاح ما كانت تتطرق للشأن السياسي لأنها التزمت بخطها كجمعية خيرية أو جمعية نفع عام عفوا. ماشي دكتور. لكن الحركة الدستورية بقيت كيان سياسي طيب واضح جمعان. ومستقل في قراره. أشكرك دكتور على مشاركتك. حياك. كل فلان من الإخوان، يعني صار في نوعا ما فوضى في المصطلح، يعني من هو من الإخوان، من هو مو من الإخوان، فلان من الإخوان ولا من الحركة الدستورية، ها؟ في نوع من الفوضى، من هو الإخوان أو ما هو الفكر، حتى الفكر الإخواني يعني اللي ممكن إذا تبناه شخص نقول عنه هذا إخوان ولا مو إخوان؟ جيد، أظني سؤال مستحق وجيد. احنا عندنا إشكالية واضحة تفضلت فيها، فوضى في المصطلحات، فوضى في التعريفات، لا نعطي المصطلح المعنى المراد منه. على سبيل المثال استخدام معنى الإرهاب أو مصطلح الإرهاب استخدم استخدامات متعددة وسيئة جدا، واستخدم إعلاميا لبهرجة الإعلامية ولتسويق بعض الأفكار الموجودة على خلاف حقيقة هذا المصطلح. الإخوان نفس الشيء، أصبحت هناك كلمة الإخوان فزاعة تستخدم اليوم في الإعلام. هل تعتقد أنكم معنيون لما يتكلمون عن الإخوان في الإعلام؟ لسنا معنيين. طيب أنا عندي مثال لو تسمح لي. لكن دعني بس أوضح هذه الفكرة حتى أرجع لما تفضل فيه. في تقديري الشخصي حينما نسمي شخص أنه من الإخوان أو ليس من الإخوان، هذا يتطلب إيش؟ يتطلب لابد أن يكون هناك تنظيم، هذا التنظيم له هيكل، هذا الهيكل له أفراد، هذا التنظيم لابد أن يكون له موافقة سمها مشروعة، سمها يعني موافقة من مكتب الإرشاد في مصر أو تنظيم العالمي أيا كان. هذا حاليا موجود لتعطي بالكويت. لتعطي التفويض في إدارة ما يسمى بالإخوان المسلمين أو تنظيم الإخوان المسلمين في دولة ما. هذا التنظيم اليوم غير موجود في الكويت، إذا تكلمنا عن الكويت غير موجود في الكويت. إذن اليوم نتكلم عن فكرة الإخوان، فكر الإخوان المسلمين.
وهذا الفكر اليوم منتشر انتشار كبير جدا. الكثير الكثير سواء رجال او نساء، طلبة علم، علماء، ساسة، سادة، كلهم يطلعون على فكر الإخوان المسلمين موجود والمبثوث في الكتب حتى في المواقع الإلكترونية وغيرها. هذا الفكر اليوم ليس حصرا على الإخوان المسلمين، ليس حصرا على الإخوان على قصدك تنظيم الإخوان المسلمين ولا على تنظيم الإخوان المسلمين. اليوم هذا الفكر منتشر جدا ويتبنى الكثير، فمن يتبنى فكرة الإخوان المسلمين هو إن شاء قيل أنه من الإخوان أو أنه لم يكن يعني يقال أنه من الإخوان، لأنه الفكر اليوم لا يمكن أن تنسب له شيء معين. وفكر اليوم أنا أتبنى هذا الفكر بكرة، لكن لا يعني ذلك، بس أنا ودي أوضح أيضا صورة أخرى، لا يعني أن فكر الإخوان هو فكر مقدس حتى لا يشعر الآخرون أن هذا الفكر جامد. الفكر خاضع للمراجعة والنقد، خاضع للمراجعة والنقد والتطوير والإضافة، وقد يعني يستفاد منه بحسب البيئة التي يمارس فيها يعني الإخوان في بيئات تختلف بين بيئة وأخرى. فبالتالي أنا في تقديري من يسمى إخوان مسلمين هو لابد أن يكون له هيكل تنظيمي له تفويض صح التعبير أو موافقة أو مانحين انه رخصة مثلا رخصة يعني من التنظيم العام اوثورايز يعني يسميه صح التعبير لان يقوم بهذا الدور في 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 منطقة من المناطق. طيب الان في في بالاعلام يعني حملة الكل منتبه لها وشايفها في في الصحف، انا امامي الان مانشيت من جريدة السياسة يقول حملة لتطهير المناصب القيادية من الاخوان، هذا يتكلم عن حملة خليجية. يعني لما تقرأ مثل هذه التصريحات ويوميا بعض الصحف يوميا تنشر مثل هذه الأخبار، بعضها يمكن صادق بعضها كاذب، هل تشعر بأنك معني أو يعني كجمعية إصلاح أو كشخص يحمل فكر الإخوان، هل تشعر بأنك معني بمثل هذه الأخبار أو أنها موجهة لك أو ضدك؟ هذا جيد يعني، أيضا سؤال جيد، وأنت سألتك يعني ما شاء الله يعني مرتبة ترتيب. أنا تقديري هذه الحملة المسعورة والضخمة ضد فكر الإخوان المسلمين أو تنظيم الإخوان المسلمين في تقديري الشخصي ليست حملة محلية، هي حملة مستوردة من الخارج يديرها أطراف خارجية ويمارسها ويقوم بهذه الأدوار داخلياً بعض المتنفذين. قاعد نقرأ جرائد كويتية، بعض المتنفذين لديهم صحف وجرائد، وقد يكون هناك أيضاً بعض من لا يتفق معك بالفكرة، لكنها كلها نشأت متى؟ نشأت بعد ما يسمى بأحداث الربيع العربي والتحولات التي حصلت في الدول العربية ووصول الإخوان المسلمين إلى سدة الحكم، بدأ الهجوم على الإخوان المسلمين. وإلا ما لا يتساءل الإنسان، نحن من جمعية الإرشاد الإسلامي بداية عبد العزيز المطوع ثم جمعية الإصلاح الاجتماعي في 63 إلى هذا التاريخ، هذا التاريخ الممتد الطويل الذي تعايش أهل الكويت مع هذه الجمعية، بل بالعكس استفادوا من يعني من مناشطها وبرامجها، ما أحد تكلم في ذاك الوقت ولا احد انتقد فكر الاخوان المسلمين في ذاك الوقت، فبالعكس. طيب انا لان الوقت عندي ضيق، هل تشعر بالقلق من هذه الحمله؟ احنا كاعضاء جمعيه الاصلاح لا نشعر بالقلق، لكن قلقنا على المجتمع، قلقنا كبير على المجتمع، قلقنا كبير على المجتمع لانه تسبب في تقديري لمسائل متعدده. تسبب اولا في هدم القيم، اليوم ما عادت اكو قيم للاسف، اليوم الخيانة هي أصبحت رمز، يعني عفوا يعني الكذب أصبح رمز اليوم، الغدر أصبح رمز اليوم، اليوم إفساد ذات البين أصبح رمز اليوم، التخوين أصبح رمز اليوم. أين القيم؟ أين قيم المجتمع؟ أين أعراف المجتمع؟ أجيالنا الحالية القادمة، شبابنا شاباتنا اليوم تأثر في هذه الحملة، جمعية الإصلاح لن تتأثر لأن هم عندهم قناعة ذاتية أنهم ناس وناس مصلحون وأصحاب حق، وكل إنسان صاحب حق أو مصلح لابد أن يواجه من قبل أهل الباطل، أهل الفساد، أهل الظلم، أيا كان. لكنه لا يعني
أن هذه الهجمة الشرسة أصابت الكويت وأسر الكويت وأهل الكويت. طيب أستاذ حامد، أنا عندي محاور، وبصراحة أنا ترى يعني تقريبا ثلثين المحاور ما ذكرتهم إلى الآن ما ناقشنا فيهم، للأسف الوقت ضيق جدا، لكن أبي أمر على بعضها بشكل سريع، أبي تعليق يعني ما يتجاوز على كل محور نص دقيقة منك. قضية الخلية الإماراتية، ما سمي بالخلية الإماراتية، تداولتها بعض المواقع وورد فيها أسماء بعض الشخصيات التابعة لجمعية الإصلاح الاجتماعي أو من أعضاء جمعية الإصلاح، تعليقك على هذه الخلية؟ قائمة يذكر فيها الدكتور عبد الرحمن سميط، هذا الرجل الذي ضحى حياته كلها في سبيل الله عز وجل وعمل خيري وفي أدغال أفريقيا وفي يعني ضحى بنفسه وماله ووقته، يذكر بهذه القائمة. أنا أظن القائمة ليس لها قيمة، يعني ما ليس لها قيمة إذا تذكر فيها عبد الرحمن، إذا يذكر فيها الشيخ جاسم مهلل الله يحفظه، أعضاء جمعية، أعضاء ما شاء الله يعني لا نزكى على الله أحد، خيرين طيبين معروفين في المجتمع ويعني لا يتهمون. طيب محور آخر، وهو أن صدر قبل أيام قرار بحظر جماعة الإخوان المسلمين في مصر، وفي قضية مرفوعة بالكويت أيضا بأظن إغلاق جمعية الإصلاح الاجتماعي. كلام صحيح. شنو السبب؟ شنو ملابسات إغلاق جمعية الإصلاح؟ أستاذ المحامي تكلم فترة من فترات، جمعية الإصلاح رفعت عليه دعوة وكسبت عليه دعوة صحافة، جمعية الإصلاح رفعت قضية على اللي تكلم، قضية على الأستاذ المحامي اللي رفع الدعوة وبالتعويض. بالتعويض وكسبت القضية؟ كسبت القضية وطالبته بالتعويض أيضا. ردة فعل رفع دعوة ضد انتقام يعني؟ أنا محامي وقرأت الصحيفة، الصحيفة لا ترقى أن تكون حتى افتتاح لدعوة صحيحة وحقيقة. طيب وزارة الشؤون سجلت العديد من المخالفات على جمعية الإصلاح الاجتماعي، هل صحيح؟ في تقديري أنا أشكر وزارة الشؤون، كما لا يفوتني أن أشكر وزارة الخارجية في تبرئة في سعيها لتبرئة لجنة الدعوة الإسلامية التابعة للأمانة العامة للأمن الخيري. أشكر وكيل الوزارة، أشكر السفير العتيبي، أشكر طاقم الوزارة وأشكر الوزير، لكنه ما شاهدنا إذا كانت هناك يعني مخالفات، عبارة مخالفات إدارية بسيطة ليست ذات قيمة كبيرة. يعني المخالفات هذه تشوفها بسيطة كلها، عبارة عن شنو المخالفات؟ يعني أنا أذكر أنه إذا قامت مثلا اللجنة النسائية بدورة تدريبية هي عبارة عن توعية تخالف دورات تدريبية، لابد أن يكون فيها شركة تدريبية غيرها، هي ليست دورة تدريبية، هي عبارة عن توعية للجمهور، يعني مخالفات إدارية، هي مخالفات. وأنا أشكر وزارة الشؤون، لأن وزارة الشؤون هي الحاضنة للعمل الخيري وهي داعمة للعمل الخيري لا أدوار كبيرة. حامد الياقوت نائب رئيس جمعية الإصلاح الاجتماعي ورئيس الإدارة التنفيذية، أنا شاكر لك على هذا اللقاء، وللأسف إلى الآن ما استكملت كل المحاور. تحت الأمر يعني. الله يخليك. شكرا لكم أنتم أيضا أعزائي المشاهدين على طيب متابعتكم، تقبلوا تحياتي وتحيات فريق البرنامج، نلتقي إن شاء الله الأسبوع القادم، السلام عليكم.